أهلا بيكم في حلقة جديدة في سلسلة مفردات الإيمان المسيحي. احنا بنقول نؤمن بإله واحد، ولسه واقفين شوية عند النقطة دي، وقلنا ان احنا من أيام الفراعنة بنؤمن بإله واحد، وأخناتون كان بيؤمن بالإله الواحد، وكلمة أخناتون دي كان في مخهم ان الفرعون روحه لم تمت وبتطلع في الشمس، تروح الشمس، أتون اللي هو الشمس، أتون يعني نار كده، فإخناتون متاخدة من كده، يعني عايز يقول إن إحنا بنؤمن بإن إحنا أرواحنا بتتحد بهذا الكون وبالشمس اللي هي بتمثل مخلوق من مخلوقات إلهنا العظيم، ودي بتاعت موسى الأسود زي ما أنتوا عارفين، لما بص للشمس وقال لها مش ممكن تكون أنت ربنا، ايوه هما بيعبدوكي بس غلطانين، لان ربنا مش ممكن يجي نص اليوم ويغيب النص التاني، ربنا لازم يبقى موجود على طول. فايها الاله العظيم، يا من انت فوق الشمس، ارشدني اليك. فجاله حد في رؤية وقال له روح وادي النطرون، رهبان وادي النطرون يعرفوا الاله الواحد ويرشدوك. فراح موسى الاسود لواد النطرون، هو كان قاتل وإلى آخره، قدم توبة جميلة، وابتدوا الآباء الرهبان يعلموه يعني إيه إله واحد، ووروه إزاي إنه تجسد وفدانا على عود الصليب ومات وقام وصعد وغيره. وفي الآخر موسى الأسود القاتل السارق تحول إلى قديس عظيم جداً، وتحول إلى أب لجميع رهبان المنطقة، وعمل دير الأنبا موسى الأسود لغاية دلوقتي أطلاله موجودة، ودير البراموس العظيم اللي هو من أهم أديرة وادي النطرون وموجود لغاية دلوقتي. ربنا يبارك الآباء اللي فيه كلهم وقداسة البابا وسيدنا أنبا إيسودورس. والحقيقة دير البراموس كان هو أقدم حتة مع منطقة أبو مقار، دي كانت أقدم حتة في البرية، ولكن البراموس اشتهر قوي بسبب موسى الأسود، وأبو مقار بسبب مكاريوس الكبير أب جميع رهبان البرية. احنا تاريخنا جميل وعريق ومشبع جدا، وما يصحش ما ندرسوش كويس، واحنا لسه بنقول باسم الآب والابن والروح القدس في الإله الواحد، فنؤمن بإله واحد، لأن من أيام أخناتون بنؤمن بالتوحيد. ليه؟ لأنه ما لا نهاية، ما فيش غير ما لا نهاية واحدة، يعني عد الأرقام كده صعودا أو هبوطا بالبلس أو بالماينس تنتهي إلى ما لا نهاية، بلس ما لا نهاية، ماينس ما لا نهاية، هي ما لا نهاية واحدة. لما تجمع بلس ما لا نهاية زائد ماينس ما لا نهاية هي ما لا نهاية واحدة. واحد من ولادنا جمال يعني في متخصص قوي في الرياضيات قال لي ما ده بيسموه ذا دينجرس فيجر، ما لا نهايه ده، تقول ليه بتسميه دينجرس وخطير؟ قال لي عشان لو دخل في الارقام يلخبطنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي ما لا نهايه ناقص سين. قلت له يساوي ما لا نهايه، ما لا نهايه زائد سين. قلت له يساوي ما لا نهايه، قال لي يبقى ناقص سين يساوي زائد سين. قلت له المنطق الرياضي بيقول كده؟ قال لي ما عشان كده بيسموه الرقم الخطير، ده فوق السين والصاد والعين، ده هو إلهنا العظيم اللي له كل المجد، لربنا المجد الدائم للأبد، آمين.